الوقت اللي احنا عايشين فيه الحين في وايد معلومات، والمعلومات هذه متضاربة وما قاعدة تعطينا وضوح، لأن احنا محتاجين هالثلاثة. احنا الحين عايشين بوقت الزمن فيه قاعد يمشي بسرعة، محتاجين المعلومة توصلنا بشكل مرتب وأيضا متصلة بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه وبالوقت اللي احنا عايشين فيه. لذلك هدف البرنامج ان احنا نوصل لكم هذه المعلومات من منظور التربية، من منظور علم النفس، وايضا من منظور قانون، واحنا بأمس الحاجة لهم.